نفسي أصدق وأقول طبيعي مش طبيعي، صيف ملخبط الشتا بربيعي مش طبيعي، ما تقولش مش وحدي أصابيعي مش طبيعي، أبو عرب أنا دغري وطبيعي مش طبيعي اللي بصير واضح للأعمى والبصير والموضوع جدا خطير يا أبو عرب حملة كبير هو مش طبيعي اللي بصير يا ناس مات الضمير بس الكذب حبله قصير ولسه يا ما نشوف الدير واللي لسه مش طبيعي المعلم إلا يدعدرك فكر حالك دكتور جاي آخر النهار لكن مسكك المعلم إلا يدعدرك فكر حالك دكتور جايين آخر النهار واحد فيك اللي يحكي لازم أنا أسمع صدى صوت يعني أنا بدبرها مع المعلم أنا بدبرها جبلته تجبله يا ساتر يا ساتر يا ساتر شو بي يا عمي يا ساتر سليمة إن شاء الله أنا سليمة ولك يا مسخم فيش عظمة ظلت محلها فيش مفصل ظل محله اسمع في حدا بدك تتصل عليه تودعه عندك أملاك عندك ورثة في حدا بدك تحكي معه يا ساتر يا خراب بيتك يا أبو العوض ولا واحد من العمال مأمن عليه وإذا جاء لمكتب العمل بخوزقني لا شو يخوزقك اسمع أعطوني أنت بيتك أعطوه أنت بيتك أنت بيتك هذا أعطيه أنت بيتك يلا يا عمي أنت شكله في عندهم دكتور من حظه يا الله وسع شباب وسع غلبكم دكتور شو أخبارك دكتور نعم شو تشخيصك الأولي يا دكتور تشخيصي تسمو مشي والله لازمك تعلي من هذا خير ربك يا زلمه يا زلمه انا كلمتين بعرفها انتي بايوتيك مضاد حيوي هاي هي الوحيده اللي بنعرفها كلنا بنعرفها هني طلعني منها بس ويوميتك محسوبه اليوم لك بشهر بس مشي خلصني يوميتي ماشي خلينا نعطيه مبدئيا انتي بايوتيك يعني بتنصحنا نروح على المستشفى لا بنتصل في الشرطة أي بنروح على المستشفى روح على المستشفى بنحضر إن في دكتور دكتور في مجال تجمعنا روح يومك محسوبة روح يلا دكتور احمي عشان تبعينك الله المولياد صلعة يلا امشي نسعد صلعة صلعة مرحبا شباب هلا دكتور ايش عندنا هون هذا المصاب اللي وقع اليوم في محل عمله حالته ستيبل يعني أوه. بس الحمد لله الكينا الحكيم ساعدنا جدا في موقع الحادث يعني اشكرك دكتور حبيبي يعني اشكرك دكتور انت عارف ان مهنتنا صعبه جدا ووقتنا مش بايدنا ولا إلنا وكل انسان في انسان يعني ايش شخصت الحاله دكتور تخوّف هذا جنبك شو اسمه بدوش يشتغل أظن يعني أنا أعطناه إحنا أعطيته أنتيبيوتيك ويعني إن شاء الله يعني يعطيك العافية هلا سلامتك سلامك كيف وضعه؟ تمام دكتور يعني الحالة عندنا اليوم وقع في الشغل في إحدى الورش القريبة عندنا دكتور والشباب جابوه ولحسن حظه طبعاً لحسن حظه الدكتور كان موجود في الموقع وهلأ بدي يحكي لنا شو التشخيص اللي حصل عليه التشخيص اللي حصل عليه راح أحكي كيف وضعه يعني كان هو معه تشيست يعني بين تشيست بين فيرست إيد جست بين فرسيد واعطيته يعني انا انتيبيوتيك وان شاء الله يعني ان شاء الله تفكيد ربنا رحمه ان شاء الله بتقترح نعطيه شيء دكتور اعطيه مسمار اعطوه ابر عندكم ابر انت في المستشفى عندكم ابر تروفين قصدك اعطيه تروفين 3-4 ابر شايف كيف
اوكي تروفل اعطي تروفل جايزو تروفل خنعطيه 15 تحميل عيار 1000 ها تحسن ان شاء الله ها لا 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 خلص كل شيء تمام انا كويس انت كويس خليك لا خلص خليك يا رجل لا اطلع كويس انت تمام كويس ما شاء الله ما شاء الله غزال 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 ما شاء الله ما شاء الله الله يعطيك العافية يا حكيم حبيبي يا حكيم يعني أنا تفاجأت بصراحة يعني هاي كفاءات إحنا نفتقدها في هاي المستشفى بتمنى أنا منك إنك توافقني على طلبي وتكون أحد الأطباء المناوبين في هذا القسم بالذات يا ريت إحنا بحاجة لهاي اللمسة الفنية تكون معانا من ضمن كوادر المستشفى ويا ريت تتوافق على طلب الدكتور والله يعني موافق بس انتو قديش بعطوا يوميا انا ماليش في البطون ماشي موافق بتعطوني سماعة ها اكيد خلاص اكيد حكيم بكره بسلم ان شاء الله سلام عليكم اهلا وسهلا شوفيها مريض بالقلب قلب سلامة قلب خليكي ها خليكي انا بتصرف شو القصة يا حكيم؟ شايف المرضى داخلين طالعين في شيء غلط؟ بالعكس ليش غلط دكتور؟ دكتور الجديد ما شاء الله عنه ما بيلحق يدخل عند المريض دقيقتين وبيطلع يجري زي الغزال ومش ملاحقين عليه. حكيم ما اختلفناش بس على هذا الحالة من هلا شهر بنسكر يعني الحكيم الجديد ما حول ولا حالة لا عمليات ولا طوارئ ولا حتى أشعة. يعني دكتور والله ما بعرف بس يعني احنا بتهمنا سلامة المريض افضل بكثير من موضوع المصاري حكيم ما اختلفناش على هذا الحكي بس انا شاكك انه في اشي غلط تعال معي حكيم تعال ممكن شو عندنا هون ولا اشي هذا واحد واقع من الطبق الرابع رابع طيب خليكي هان انت خليكي هان خليكي هان انا بتصرف خليكي هان آي يا ظهري آي آخ يا ظهري شو بوجعني آخ يا دكتور يا أخو جاي تنام عندنا أنت أنكو شو فيه ظهري بوجعني يا دكتور أنا دكتور ها ولا شو أنت طبرجي بحياتك ساعدني يا دكتور كيف هلف ها أشوف هاي تحت آي شوي آي أنا لك أدري ما يز ظهرك من كلك شكفة واحدة آخ يا دكتور ظهري آخ بس آخ ولا شيء بسيط هذا كلهم ثلاث فقرات اللي رايحات عندك بحياتك شو ثلاث فقرات مش قادر امشي يا دكتور ساعدني بعطل النكش اخ يا ظهري عطل النكش ان شاء الله ساعدني بسرعه اي شيء اعطيني اي شيء اسمع تجاي تفضحني هان انت بدك تعجب علي اقسم بالاسماع انا بكيت في الورشه بكيت اطوبر كيف صرت هان بعرفش قسما بالله بحولك عمليات بطوبرك طبار سمعني طبار بطوبرك فاهم شو يعني طبار بسوي رجليك تنتين شمال فهمني تسلم عليك دكتور حبيبي سلامتك براجع عنا حبيبي هذا اللي صار معي من يومها لليوم يا اخوي ابو بلطه وانا هنا في السجن انا عفنت وبصراحه انا مش قادر اتحمل المساجين هذول يعني خاوا علي هذا بكل سوري وهذاك ابصر شو بده فانا بدي اياه يعني انا اصير يعني انا من جماعتك يعني ومن زلامك وتحت ويني يعني تحت جناحك يعني ما فشرت تكون من جماعتي ولك ارواح الناس مش لعبه عندك انت مكانك الطبيعي هون خليك عفن هون شباب ارسموا لي بسكليت على الحياه بسكليت نفس
نفسي أصدق وأقول طبيعي مش طبيعي، صيف ملخبط الشتا بربيعي مش طبيعي، ما تقولش مش وحدي أصبيعي مش طبيعي، أبو عرب أنا دغري وطبيعي مش طبيعي اللي بصير واضح للأعمى والبصير والموضوع جدا خطير يا أبو عرب حملك كبير ومش طبيعي اللي بصير يا ناس مات الضمير بس الكذب حبله قصير ولسه يا ما نشوفه